أهلا ومرحبا بكم في هذا المقطع الجديد باسم سقوط الإسلام ومفترق الطرق. أنا سميت المقطع ده لأن فيه حاجات كثيرة بتحصل على المستوى العالمي وعلى مستوى العالم العربي والإسلامي، عايزين نتفحصها كده، لأن أنا حاسس إني أنا عندي مسؤولية كإنسان جاي من خلفية إسلامية، فهمت إيه هو الفكر الإجرامي أو الإسلامي كويس، فهمت كتير عن محمد مؤسس الأيديولوجية الإسلامية أو الإجرامية، فهمت كتير عن عقلية المسلمين، وعايش في الغرب من مدة طويلة، فملم تقريبا بحاجات كتيرة، أشخاص كتيرة هم عايشين في الدول الإسلامية ما عندهمش بها علم، واللي هم الغربيين أو غير المسلمين اللي هم فيه، الناس الأوروبيين أو الأمريكان أو الصينيين أو اليابانيين ما عندهمش علم كتير، ما عندهمش إلمام كبير بالمسائل اللي إحنا بنتكلم فيها. المقطع اللي فات كان سقوط الإسلام، وبالرغم من إن في بيجي لي ناس كتير الإسلام أكتر ديانة بتنتشر في العالم، والإسلام والإسلام والرسول كان كامل الصفات وكان صلى الله، خلينا من الكلام الفاضي ده دلوقتي وخلينا إيه نشوف الأمور بمنطق وواقعية. المقطع ده هينقسم إلى شقين لكنهم في النهاية بيتصلوا ببعض. الشق الأول عن الأحوال العالمية وإزاي بتأثر إما بشكل مباشر أو غير مباشر على الشرق المتوسط والدول الإسلامية. عندنا في فرنسا خاصة في باريس السطورات الصفراء، ناس تعبت من ارتفاع الأسعار والأجور زي ما هي، وماكرون رئيس فرنسا عمال بس بيرفع في الضرائب علشان عايز يعمل السوشيال البرامج اللي هي في دماغه، فأنت بترفع عليها الأسعار وما بتدينيش مكافئ في الراتب مرة اتنين تلاتة، بعد كده هاكل منين؟ فالناس في فرنسا بدأت تتمرد، وبيتمردوا دلوقتي وبيقولوها صريحة حتى أن يتنحى رئيس ماكرون عن الرئاسة. في عندنا في فنزويلا تقريبا نفس الموضوع. العجيب ان فرنسا هي اتجاه اشتراكي، والاشتراكية عادة في النهاية خالص بتنهار. فنزويلا نفس الشيء، مادورو اللي هو رئيس اخو اوغو تشافيز اللي هو ورث الحكم، الدول الاشتراكية دي بيورثوا الحكم، وده اللي كان بيعمله القذافي واللي بيعمله مبارك في مصر واللي بيعملوا صدام حسين، كل الناس دي كانوا بيجهزوا أبنائهم، بتبقى هما بيقولوا جمهورية لكنها بتبقى العزبة بتاعتهم، مش كمان يا ريت تكون مملكة، لأن النظام الملكي ممتاز جدا، دي بتبقى العزبة مش ملكي زي السعودية، لا نظام ملكي زي بريطانيا زي إسبانيا، ده نظام ملكي بيبقى أفضل الأنظمة. ولكن
الدول الاشتراكية دي بيقولوا حرية واشتراكية، ولكن هي ديكتاتورية وبيورثوا الحكم لبعضهم. فعندنا في فنزويلا هوغو تشافيز لما مرض وعي ومات، أخوه ورث الحكم اللي هو مادورو. ولكن دلوقتي في واحد اللي هو خوان جويدو. خوان جويدو ده انفصل وبيقول هو دلوقتي رئيس فنزويلا، وبلاد كتيرة منها أمريكا وكندا والبرازيل رحبوا بالفكرة، لأنه الاقتصاد انهار في فنزويلا بعد ما كانت من أفضل دول أمريكا اللاتينية اقتصادا، انهارت بسبب الفكر الاشتراكي. لكن اللي أنا بركز عليه هنا الانقسام اللي حصل في فرنسا دلوقتي. السلطات الصفراء مش راضية عن الحكم، في انقسام في الفكر في فرنسا، وفي انقسام في فنزويلا، وفي كمان ده بدأ يزحف عند منطقة الشرق الأوسط. شايفين دلوقتي مؤخرا إنه في تمرد في السودان، ورئيس حزب المعارضة بيطالب البشير بإنه يتنحى. رئيس الدولة، رئيس المعارضة بيطالب البشير رئيس الدولة بالتنحي. فالانقسامات وصلت عندنا اوريدي، وصلت لمنطقتنا، منطقة الشرق الأوسط ومنطقة الدول الإسلامية. فالانقسام ده هو شرارة جديدة بتطالب بالعدالة والحرية، لأنه دي حاجات ناقصة عندنا في منطقة الشرق الأوسط. ورجال الدين خاصة الإسلامي بيعملوا مع الحكومة، زي إيه؟ شيلني وشيلك. هنا في أمريكا بيسموها أهرش ظهري ونهرش ظهرك، عندنا في بلادنا بنسميها شيلني وشيلك، يعني أنت تفوت لي دي وأنا فوت لك دي، وإيه كلنا مبسوطين والشعب كادح. فمش السودان بس، عندنا دلوقتي الشق الثاني من المقطع، انه مثلا عندنا في مصر تحت حكم السيسي دلوقتي، هيئة الأمم المتحدة بتقول انه حكم السيسي دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه أخطر فترة على الإطلاق لأصوات المعارضة، أكثر من وقت عبد الناصر. وزي ما اتكلمت قبل كده، القبضة الحديدية دي اللي مثلا استعملها الاتحاد السوفيتي او الصين او حتى كوريا الشماليه. كوريا الشماليه فيها يعني غضب، وشفت افلام تسجيليه الناس بتثور على الشرطه وبيمسكوا رجال الشرطه يضربوهم، لانه القبضه الحديديه دي بتكون نافعه لفتره معينه. في لحظه معينه لما بينفجر الانسان ولا قبضة حديدية، بيكون خلاص بقى يعني ايه، فاض بيه، ما يستحملش تاني. فأنا كده كده هموت، هاخدك معايا. فالقبضة الحديدية دي في مصر تأثيرها ممكن يكون سلبي جدا، مش على مصر بس، على كل المنطقة. لأنه لو طفحت ثورة السودان دي والانشقاق الحاصل في السودان وصلت لمصر، المنطقة تشتعل نار. في بقى حاجة كمان على المستوى، هي في الشرق الأوسط ولكن هي حصلت في الشرق، في السعودية بالذات، إن الأمم المتحدة بتطالب الآن بالتحقيق هيئة منفصلة تحقق في قتل الصحفي خاشقجي، جمال خاشقجي. ودي خطوة بتقول لنا إنه السعودية أصبحت ليست في أمان، العيلة المالكة ليست في أمان، السعودية جنب مصر. فالشرارة اللي هي في فرنسا وجت دلوقتي بتقلد في السودان وفي تونس بالمناسبة، لو دي انفجرت ووصلت مصر، في
ساعات معدودة هتوصل السعودية والمنطقة كلها تشتعل نار. واحد يقول لي في الدولة العميقة ومش عارف ايه، وفي الصهيونية والإمبريال، خلينا من الكلام ده كله. في أمراض كتيرة في المجتمعات كلها، في الصهيونية والإمبريالية والكلام، التعبير ده، مواضيع الإنشا دي خلينا منها. مثلا اليابان، دولة زي اليابان، ليه الصهيونية اليابان دي دولة غنية جدا، ليه الصهيونية دي متأثرش على اليابان أو على الصين أو على كوريا الجنوبية؟ لأن مش عايزين، إنما إحنا بنفتح له، أو بمعنى أصح بنستخدم دي حجة نعلل بها فشلنا. في كمان آخر حاجة في الشق الثاني، إنه الأمم المتحدة وضعت السعودية على قائمة الدول الداعمة للإرهاب. أنا مش عارف ليه الأمم المتحدة خدت وقت كتير كده حتى تعرف وتتعرف وتعقل إن السعودية داعمة للإرهاب. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هو دي موجودة في الهندوسية، في البوذية، في التوراة. الإرهاب ده من صلب الدين الإسلامي. ليه دي خدت وقت كتير من الأمم المتحدة علشان يوصلوا دي؟ لكن البترو دولار، الفلوس، بتخلي الناس تسكت. تقدر تشتري ناس وجامعات وحكومات بالفلوس. فهنا دلوقتي عايزين نوصل الخيوط باللي حصل ده كده مع بعض. ده دليل قاطع وواضح، بالرغم ان في ناس بتتهيج وبيشتم واللي بيسب واللي بيلعن. مش عاجبك كلامي ما تسمعليش، اقفل اليوتيوب وروح اتفرج على حاجة تانية، هات لك اغنية بتعجبك ولا حاجة وروق دماغك، مالكش دعوة بيا، سيبني انا بقى هرتل على راحتي، وانت روح اسمع الشيء اللي بيعجبك. هات واحد من المشايخ اللي بيقول لك هيبقى لك 72 حورية في الجنة وذكرك لا ينثني والنساء هتبقى بتتنطط وراك، يسمع الكلام ده، مالكش دعوة بيا، سيبني روح اسمع الهرتلة تانية من اللي بتعجبك، كويس؟ بدل ما تقعد تشتم وتسب، انا مش هسيب، ما عنديش وقت ليك. عايزين نوصل الخيوط دي مع بعض علشان نوصل لحاجة واحدة، ان الاسلام انهار، وكل دي ما هي الا علامات انه الدول الشرقية والغربية بتحاول تبتعد عن المنطقة اللي هي بيسموها تندر بوكس، اللي هي يعني على وشك تتفجر، عشان ما يقولوش ده هم دول السبب. الشرق والغرب قرفانين مننا، كويس؟ لكن الحاجات اللي بتحصل دي، الناس في الدول الإسلامية في عدم رضا، والعالم حول الدول الإسلامية في عدم رضا من اللي بيحصل من الدول الإسلامية. الناس في الدول الإسلامية لما بيطالبوا بزوال الحكم والحاكم، ده ولي الأمر، ده أمر ديني. الناس بدأت، يعني لو أنت تفكر فيها، الناس بتتمرد في الآخر خالص، بتتمرد مش على الحكم بس، بتتمرد على الدين الإسلامي. الناس بدأت تتمرد على الدين الإسلامي بدون وعي، لأنه المفروض في الدين الإسلامي إنه الحاكم لو تطيع الحاكم حتى لو ضرب ظهرك تطيع. فهل دي إطاعة؟ لا. إذن بيتمردوا حتى على التعاليم الإسلامية، مش عجباه، كويس؟
وعلى المستوى العالمي الناس في دول العالم عرفت، شايفين ان السعودية بوشين يبتسموا دول الغرب واحنا اصدقاء واحنا مش عارف ايه، وبنشتري منكم الاسلحة وانتوا بتشتروا البترول، والمنفعة جاية عندنا وعندكم وكده اخر الجمال. الوشين دول دي دلوقتي خلاص زي ما نقول الناس عرفت، دول الغرب والشرق كمان، اليابان والصين عرفوا من حكاية ذو الوجهين دي. ففي النهاية خالص عايز أقول إن كل الأمراض الظاهرة دي في النهاية خالص بتقول لنا إيه؟ الإسلام انهار، المسألة مسألة وقت، وما تعيشوش في الغيبوبة دي، اصحوا من الغيبوبة اللي هي أنتم فيها وحاولوا تعترفوا بالواقع بدل ما تقعدوا تشتموا. شكرا، نشوفكم مرة تانية.